الملائكة اللي حول العرش يحبونك، ولهم عناية خاصة بمن تاب، بمن تاب حتى لو كان مسرف، لو كان مجرم، لو كان قاتل، أيا كان ذنوبه، المهم أن تاب. اللي حول العرش الملائكة كيف ينظرون إلى هذا الرجل أو هذه المرأة التائبة؟ الذين يحملون العرش ومن حوله. أنت الآن فكر معي في حملة العرش وهم ثمانية كما في الآية، ويطوفون حول العرش الملائكة اللي يسبحون بحمد الله عز وجل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هذه لهم، طب نحن ما لنا أو ماذا فعلوا لنا؟ ويستغفرون للذين آمنوا. اللي فوق اللي عند العرش الملائكة اللي يطوفون حول العرش يستغفرون، اللهم اغفر لفلان، للذين آمنوا. بالله لو قلت لك في عشرة الآن في الحرم النبوي أو في الحرم المكي يستغفرون لك، تفرح ولا ما تفرح؟ إذا كان اللي حول العرش ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون فعل مضارع مستمر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هم يعرفون أن الله واسع الرحمة واسع المغفرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. عجيب. فاغفر للذين تابوا. يعني عندنا إنسان ترك المعاكسات، ترك المخدرات، رجع إلى الصلوات، تائب. اللي يستغفر له مو بنا ولا أنت، اللي حول العرش يستغفرون لهذا ويقولون فاغفر يا رب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.